أنظمة حلف الناتو للدفاع المضاد يفرض على روسيا تحديث منظوماتها الصاروخية وزيادة طاقة منظومة دفاعها المضاد المؤلفة من أقمار صناعية ومحطات رادار، وفي روسيا مركزان لقيادة النظام الفضائي شرقي وغربي. مهمة المركز الشرقي هي إدارة مجموعة الأجهزة الفضائية واستقبال المعلومات حول الإطلاقات الباليستية من أراضي الدول الأجنبية. الجهاز الأخير أطلق منذ فترة قصيرة لصالح منظومة الإنذار الفضائية، وهو يعمل بصورة جيدة وعثر على أكثر من 10 إطلاقات. من المركز تصل المعلومات إلى محطات الإنذار التي تعثر على الصاروخ وتتابع مساره. محطة دنيبر بنيت عام 63، لكن جودة معداتها لا غبار عليها ويمكنها العمل 10 سنوات أخرى. هذه المحطة خلال تاريخ عملها عثرت ورافقت أكثر من 300 إطلاق صاروخي وطني مقدمة المعلومات عن سير الإطلاق، وكذلك أكثر من 150 هدفا أجنبيا. هذا رقم كبير لموقع واحد. وضع الأساس منذ سنة ونصف لمحطة جديدة في مقاطعة إيركوتسك لا مثيل لها في العالم، بمواصفات أعلى ودقة أكبر واستهلاك أقل للطاقة ومدى يصل إلى 6000 كيلومتر. في هذه المحطة انطلق العمل التجريبي. ستبنى عدة محطات أخرى في روسيا بحيث تغطي كل الاتجاهات. وقبل بناء المحطة عمل فريق كبير من اختصاصي وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري لضمان الأمن الإيكولوجي. ومن لحظة وضع الأساس بدأ تعليم الطاقم للبحث والعثور على الصواريخ وتنفيذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن روسيا.